بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة النهاردة بالتأكيد فيها تفاصيل عديدة وفيها متابعة مهمة جدا لمباراة كأس مصر بين الأهلي والترسانة، وكمان الرأي العام والسوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة كلام كتير جدا بالنسبة للنادي الأهلي خلال المرحلة القادمة. إن شاء الله النهاردة هنحاول قدر الإمكان نوفيكم كل الجديد، وفي نفس الوقت نتابع ما يكتب عبر السوشيال ميديا عشان نطمئن جماهير النادي الأهلي بالنسبة للمرحلة القادمة. وأيضا كمان مباراة كأس مصر النهاردة هو الحدث الأبرز، لأنها مباراة مهمة في بطولة مهمة بنسعى إن شاء الله إن احنا نقدم فيها أفضل ما يكون عشان في النهاية يكون التوفيق حالفنا ونعمل قدر المستطاع إن شاء الله في هذه البطولة، بطولة كأس مصر بعد حسم بطولة الدوري وإحراز الدرع رقم 42. لكن بسرعة ندخل في تفاصيل الحلقة ونبدأ بالسؤال اللي بنطرحه بشكل يومي في برنامج الترند، وبنستنى بالتأكيد مشاركاتكم من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك أو تويتر أو حتى انستجرام. والسؤال النهاردة ليه علاقة بمباراة الأهلي والترسانة في كأس مصر. توقعاتكم للنتيجة مباراة الكأس بالتأكيد خروج المغلوب مباشرة. البعض ممكن يشوف بقى النتيجة ممكن تحسم في 90 دقيقة الوقت الأصلي، ممكن يكون في ركلات جزاء ترجيحية على حسب توقعات الجماهير، لكن بنوعدكم في نهاية الحلقة إن شاء الله نعرض أكبر قدر من مشاركات الجماهير وتوقعاتكم لهذه المباراة. إن شاء الله تنطلق الساعة 8 على ملعب الأهلي والسلام، مباراة الأهلي والترسانة نتمنى فيها التوفيق يا رب للنادي الأهلي. لكن خلونا نخش في ترندات النهاردة ونبدأ بأهم العناوين لبرنامج الترند. في ترند الأهلي، الأهلي يلاقي الترسانة في دور 16 لكأس مصر الليلة. كمان في ترند الأهلي، خلال ساعات الأهلي يعلن موقفه من فايلر والجهاز الفني. في الترند العالمي، باير ميونخ يواجه دورتموند في كأس السوبر الألماني. استعراض مباراة اليوم النهاردة بالتأكيد في مباريات عديدة، ليست مباريات محلية فقط لكن أيضا كمان في مباريات في الدوريات الأوروبية. طبعا الحدث الأبرز بالنسبة لنا والأهم مباراة الأهلي والترسانة الساعة 8 على استاد الأهلي والسلام، والكل منتظر بالتأكيد هذه المباراة، ونتمنى يا رب يكون التوفيق حليف فريق النادي الأهلي وريني فايلر والجهاز الفني في هذه المباراة. أيضا كمان مباريات كأس السوبر الألماني، مباراة كبيرة وعظيمة بين بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند الساعة 8:30. طبعا المباراة تقدر تقوله مباراة كلاسيكو في الكرة الألمانية بين الباير ودورتموند. أيضا كمان في مباراة اليوم في الدوري الأسباني، هويسكا الساعة 7 هيلعب مع أتلتيكو مدريد، فياريال الساعة 7 أيضا مع ديبورتيفو ألفيس، الساعة 9:30 إيبار مع إليتشي، الساعة 9:30 ريال مدريد مع بلد الوليد. مباراة اليوم أيضا في الدوري الإيطالي، أودينيزي الساعة 6 هيلعب مع سبيزيا، الساعة 6 أيضا بنفينيتو مع إنتر ميلان، الساعة 9 لروب لاتسيو مع أتلانتا. بالتأكيد مباريات مهمة جدا، وعشاق الكرة الأوروبية بالطبع بيكونوا حريصين على متابعة الدوريات الأوروبية سواء الدوري الأسباني الدوري الإيطالي السوبر الكرة الألمانية بين الباير ودورتموند. لكن بالطبع مباراة الأهلي والترسانة ستحظى باهتمام كل جماهير النادي الأهلي النهاردة، لأن بالنسبة لنا النادي الأهلي هو رقم واحد. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل ندخل في ترند الترند، وعندنا كلام مهم جدا من أجل جماهير النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية. أهلا بحضراتكم من جديد، وفقرة ترند الترند. فقرة ترند الترند من الفقرات المميزة اللي جمهور النادي الأهلي بيهتم جدا بمتابعتها، لأنها بالتأكيد بتلقي الضوء على أهم التفاصيل والمعلومات سواء فيما يتعلق بالنادي الأهلي كشأن داخلي أو حتى المرحلة الجاية هنتعامل إزاي في المشوار المحلي والمشوار الإفريقي. طبعا لا حديث يعلو خلال الساعات الحالية عبر السوشيال ميديا سوى المرحلة القادمة في النادي الأهلي. امبارح طلعت اتكلمت، والنهاردة بأكد على نفس الكلام اللي قلته امبارح، والناس بالتأكيد هتفهم معنى هذا الكلام بالنسبة للمرحلة الجاية بالنسبة للنادي الأهلي. أولا النادي الأهلي كان واضح جدا مع كل جماهيره وعارف جدا كل الخطوات اللي هتتخذ خلال الساعات اللي جاية. والنهاردة عندنا مباراة مهمة جدا، مباراة كأس مصر أمام نادي الترسانة. بادئ زي بدء، أول حاجة النهاردة معانا جهاز فني، معانا مباراة مرحلة مهمة جدا في الكأس، ومباراة الكأس غير مباراة الدوري. فالتركيز الأكبر على مباراة النهاردة، الدعم الأكبر هيكون على مباراة النهاردة سواء للجهاز الفني بقيادة السويسري ريني فايلر أو حتى للاعبين. نخلص المباراة، مجلس الإدارة كابتن محمود الخطيب قطاع كرة القدم عنده سياسات واستراتيجيات بالنسبة للمرحلة الجاية، وعارف بيعمل إيه بالنسبة للفترة اللي جاية. لأن كمان في نقطة مهمة قوي،
لما الناس بتتكلم عن النادي الاهلي بتتكلم عن النادي الاهلي صاحب الاسم والتاريخ الكبير في القاره الافريقيه والاداره الاحترافيه في ملف كره القدم تحديدا. وفي هذه الملفات تحديدا لما بيكون انت صاحب القرار او انت عارف الخطوات اللي ممكن تتخذها الفتره الجايه وازاي تحافظ على الاستقرار وازاي تشتغل للمرحله الجايه، ده شيء مهم جدا. انا ليه بركز على التفاصيل الصغيره دي؟ لان ممكن الاعلام بشكل عام ما يقولهاش للجمهور. هل ممكن يكون الاعلام هنا ليه راي ان هو عايز يوضحها بشكل مباشر فبالتالي بيتكلم بشكل موضوعي فالجمهور بيستقبلها، او البعض ممكن مش عايز يعمل استرس على النقاط المهمه دي ويحب يصدرك او يصدر لك رساله في شكل تاني خالص. الناس بقت فاهمه والناس بقت عارفه ازاي الرساله الاعلاميه ممكن توصل للجماهير في الفتره الحاليه سواء عبر السوشيال ميديا او عبر بعض البرامج والقنوات الرياضيه او حتى برامج اليوتيوب. فبالتالي ثق تمام الثقه ان الاداره بالتاكيد عارفه خطواتها وحساباتها في الفتره اللي جايه. كل الدعم للجهاز الفني في هذه الفتره ومباراه اليوم امام الترسانه. من الغد بناء على البيان او بناء على الخبر اللي تم اعلانه منذ حوالي 4 ايام، مجلس الاداره بالتاكيد عنده اجتماع بكره الساعه 10 الصبح وعارف الخطوات اللي جايه ايه. النادي الاهلي في هذا الموضوع تحديدا القرار قراره وعارف الانسب والافضل للفريق في المرحله الجايه. لا تنسوا ان خلاص بعد مباراه الترسانه هنلعب 3 مباريات في الدوري العام وعندك مباراه الوداد البيضاوي المغربي، فبالتالي انت في مرحله مهمه جدا والمرحله دي لها حسابات مختلفه عن حسابات بدايه موسم عن حسابات فتره اعداد، فبالتالي انت عارف بتشتغل ازاي على المرحله دي. كل المطلوب من جمهور الاهلي وجمهور الاهلي انا واثق 1000000% ان عنده ثقه كبيره جدا في الخطوات المزمع اتخاذها خلال الفتره الجايه، لان الجمهور عارف ان النادي الاهلي في الخطوات اللي زي دي بيقدر يحسب كل خطواته بشكل عقلاني وبشكل احترافي بنسبه 100%. لان النادي الاهلي بيتعامل مع اي فني او مع اي مدرب او مع اي لاعب بيسعى للمصلحه العامه ومصلحه الفريق، وفي نفس الوقت انت نادي محترف فلازم كل خطواتك يتم اتخاذها بشكل محترف سواء وانت بتتعامل مع المدربين او حتى في تعامل المدربين مع النادي الاهلي. النادي الاهلي نادي كبير جدا وبيعمل اسم كبير لاي حد سواء مدرب او لاعب، لان النادي الاهلي في النهايه او في البدايه جمهوره كبير شعبيته كبيره، اي حد بيتشرف انه يكون بينتمي لهذا الكيان الكبير. اطمئنوا الفتره الجايه ان شاء الله فيها ان شاء الله باذن الله خطوات ايجابيه، بالتاكيد بنشتغل على البطوله الافريقيه، الكل بيشتغل على انه يقدم افضل شيء، التوفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى، وان شاء الله باذن الله اللي جاي اطمنوا باذن الله النادي الاهلي هيكون ماشي بخطوات جيده وايجابيه قبل مباراه الوداد والبطوله الافريقيه اللي الكل بالتاكيد بيتمنى ان احنا نعمل فيها مباريات كبيره. محدش عايز يتكلم على نتيجه، مش محتاجين نتكلم على نتيجه، اشتغل والتوفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى، والنهارده كل الدعم والتوفيق للعيبه وللجهاز الفني ومن الغد لكل حادث حديث، وبالتاكيد النادي الاهلي عارف خطواته بالنسبه للمرحله اللي جايه. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل ترند الاهلي والسوشيال ميديا وكلام الناس او بمعنى ادق كلام المواقع كمان على النادي الاهلي خلال الساعات الاخيره. اهلا بحضراتكم من جديد، وترند الاهلي واللي مكتوب على السوشيال ميديا سواء تعليقات الجماهير وكل المحبين للنادي الاهلي وايضا كمان المواقع وبالتاكيد حديثها عن مباراه الاهلي والترسانه في كاس مصر. نبدا بسرعه من ترند الاهلي، واول حاجه معانا الحساب الرسمي للنادي الاهلي على تويتر واللي اتكلم على مباراه اليوم. مباراه اليوم تحدي جديد للنادي الاهلي في كاس مصر امام نادي الترسانه. يلا يا اهلي، بالتاكيد مباراه هتكون بدوافع مختلفه، مباراه بالتاكيد بطوله جديده دور 16 لكاس مصر بتختلف عن مباريات الدوري، طموح جديد دوافع جديده، ان شاء الله باذن الله يكون التوفيق حليف فريق النادي الاهلي ويتخطوا الترسانه النهارده في كاس مصر، لان الترسانه ايضا من الفرق الكبيره واللي لها شعبيه كبيره بس موجوده في الممتاز به. صفحه يلا كوره على الفيسبوك نشرت تشكيل الاهلي المتوقع امام الترسانه، وكان ابرز العناصر اللي هتكون موجوده في التشكيل ظهور مصطفى شوبير في حراسه المرمى وحمدي فتحي مدافعا امام الترسانه، وزي ما انتم قدامكم التشكيل النادي الاهلي من خلال صفحه يلا كوره. مصطفى شوبير في حراسه المرمى، خط الظهر من اليمين للشمال احمد فتحي ظهير ايمن، حمدي فتحي وياسر ابراهيم 2 مساكين، محمود وحيد ظهير ايسر، 2 وسط ارتكاز اليو ديانج ومحمد مجدي قفشه، امامهم حسين الشحات وثلاثي هجومي كهربا وجونيور اجاييه واليو بادجي. كمان مكملين معاكم وصفحه الاهرام على تويتر بتتكلم على التشكيل المتوقع بس وجهه نظر مختلفه، يمكن باستعراض تاني ان ممكن يكون مصطفى شوبير في حراسه المرمى، لكن خط الدفاع هيكون فيه محمد هاني وياسر ابراهيم 2 مساكين، واحمد فتحي ظهير ايمن، ومحمود وحيد ظهير ايسر، وايضا كمان اليو ديانج و
حمدي فتحي وسط ارتكاز امامهم كهربا، جونيور اجاي، حسين الشحات، وفي الهجوم مروان محسن. كمان معايا النتائج، يعني بنتكلم على الاهلي لا يعرف الخساره من الترسانه في اخر 10 مواجهات بينهم في كل المسابقات. ده اللي كتبه الحساب الرسمي لموقع في الجول على تويتر، وقال ان الاهلي فاز في 9 من 10 مباريات، التعادل كان في مباراه واحده. واليكم النتائج الكامله في اخر 10 مواجهات من اول الفوز بثلاث اهداف مقابل هدفين حتى المباراه اللي انتهت 4-2، وكانت بالمناسبه ايضا مباراه في كاس مصر. كمان صفحه الاهلي اليوم اتكلمت على ان اخر مباراه جمعت بين الاهلي والترسانه، ده من خلال صفحتهم على الفيسبوك، كانت بتاريخ 10 اكتوبر 2018 في دور ال 32 لكاس مصر، وانتهى اللقاء بفوز الاهلي بنتيجه هي المفروض 3-2. سجل الاهداف محمد شريف هدفين واحمد الشيخ هدف. كمان اخر حاجه معايا في هذه الجزئيه، ولا هي علاقه هنا بقى، بنتكلم على تاريخ مواجهات الاهلي والترسانه في كل البطولات. الاهلي والترسانه لعبوا 169 بطوله او 169 مباراه، 169 مباراه، لكن في نفس الوقت الاهلي للغلبه في عدد انتصاراته او عدد مباريات الفوز 114 مباراه الاهلي فاز فيها على الترسانه، مقابل ان الترسانه حقق انتصار في 22 مباراه، تعادلوا 33 مباراه. اما بالنسبه للاهداف، الاهلي سجل 368 هدف والترسانه سجل 151 هدف. بالمناسبه 169 مباراه، انتوا بتتكلموا على عدد مباريات وعدد سنوات من ايام اجيال عظيمه جدا، غزلي ومصطفى رياض، فبالتالي مباريات كبيره جدا. ولو بنتكلم في ترتيب المباريات الكبيره، الاهلي والزمالك، الاهلي والاسماعيلي، الاهلي والترسانه، لان بالتاكيد عندهم شعبيه او عندهم تاريخ كبير جدا في الكره المصريه منذ قديم الازل. لكن بسرعه عايزين نطمن على الفريق ونشوف ازاي الفريق بيستعد لمباراه الكاس، وطبعا خلاص العد التنازلي بقى على المباراه اقل من ساعتين ونصف. لذلك بينضم لي عبر البث المباشر من فندق اقامه فريق النادي الاهلي زميلي العزيز كريم احمد عشان نطمن منه على اخر الاستعدادات. مساء الخير يا كريم. مساء الخير عليك يا زميلي العزيز محمد سعيد، كل التحيه ليك ولكل مشاهدي وجمهور النادي الاهلي. اخبار الفريق، انت طبعا موجود في الفندق فمتواجد معاهم منذ الصباح الباكر، شايف الاستعدادات ازاي؟ القائمه اللي اصطحابها ريني فايلر، ما لمسته اليوم في داخل الاوتيل، الكلام الجهاز الفني، الدوافع الجديده اللي ممكن فايلر النهارده يتكلم فيها مع اللاعبين في هذه المباراه، في ظل كمان في غيابات عديده والنهارده هتكون في وجوه جديده مبشره، نتمنى لها التوفيق يا رب في مباراه اليوم. الحقيقه طبعا زميلي محمد، في البدايه انت عارف يمكن ذكرت بطوله كاس مصر مختلفه بشكل كبير جدا عن بطوله الدوري العام، محتاجه رغبه كبيره ومحتاجه دوافع مختلفه ومحتاجه تركيز كبير جدا وشغل فني خارج الخطوط وداخل الخطوط كمان مع لاعبي النادي الاهلي. لكن بشكل عام طبعا يعني مع الاستعداد الاخير وتدريب فريق النادي الاخير اللي كان فيه جديه وحماس كبيره جدا لكل لعيبه النادي الاهلي، احنا عارفين طبعا عندنا غيابات عديده، 8 لاعبين النهارده بيغيبوا عن صفوف الفريق، لكن مع تدريب الامس الحقيقه يمكن التقسيمه اللي كانت متواجده فيها حماس كبير جدا وجديه كبيره جدا، كل واحد عايز ياخد فرصة في هذه المباراة. أكدنا أكتر من مرة محمد وقلنا مهما كانت التدريبات هي المباراة اللي بترجع فورمة اللعيبة وبتطمن بشكل كبير الجهاز الفني على حالة اللاعبين البدنية والفنية ومدى تركيزهم وتنفيذ الجمل التكتيكية خلال المرحلة القادمة مع التحام مع تلاحم المباراة الكبير وأيضا كمان البطولة الأفريقية ومباراة الوداد تحديدا. فالكل إن شاء الله بإذن الله يكون جاهز خلال المرحلة القادمة وتحديدا في المباراة المتبقية من بطولة الدوري العام. إحنا كالعادة طبعا محمد متواجدين في فندق الإقامة، يعني كل الأجواء الحمد لله كالعادة معسكرات فريق النادي الأهلي كلها مطمئنة وكلها جيدة جدا، حالة الهدوء يعني يمكن مسيطره لعيبه النادي الاهلي مع التركيز الكبير، الكل بيتكلم لعيبه النادي الاهلي يمكن زي ما باكد كل مره عقب وجبه الغداء وجبه الفطار، اللعيبه بتجمع نفسها، ويمكن الحقيقه النهارده يمكن شفت المجموعه كلها كانت متواجده بعد وجبه الغداء، الكل اتكلم عن اهميه هذه المباراه، مباراه الكاس يبقى فيها مفاجات، كل اللعيبه الكبار اللي متواجده كلمت عن هذا الامر وعن التحدي الجديد النهارده لفريق النادي الاهلي، في لعيبه هتاخد فرص كبيره، يمكن ذكرت كمان مصطفى شوبير واحد اللي بنتمنى له كل التوفيق النهارده في هذه المباراه، اداؤه اكثر من رائع في التدريبات، بيشتغل على نفسه بشكل كبير جدا، فرصه النهارده ان هو يظهر نفسه ومستواه ويساعد النهارده فريق النادي الاهلي. اهم حاجه طبعا حفاظ على نظافه الشباك، والنهارده كمان يكون عنصر مساعد وهادف جدا لفريق النادي الاهلي في ان شاء الله تخطي عقبه مباراه الترسانه. النهارده 8 لاعبين هم بيغيبوا عن صفوف فريق النادي الاهلي من غيابات وانذارات، وايضا كمان لاعبين يعني للراحه على راسهم طبعا الشناوي النهارده يمكن مع مجهود كبير خلال الفتره اللي فاتت اللي قام بيه وادائه الرائع والمميز جدا مستر ميشيل طبعا مدرب الحراس النهارده يمكن اداله راحه، ومصطفى يكون متواجد، عمرو السوليه طبعا وايمن اشرف احنا عارفين ثلاث انذارات، وليد سليمان بطمن طبعا كل جمهور النادي الاهلي، وليد خلاص يعني عقب انتهاء هذه المباراه ويمكن بكره يكون اجازه كمان لفريق النادي الاهلي، يوم الجمعه ان شاء الله بشكل كبير هيكون متواجد في التدريب الجماعي لفريق النادي الاهلي. ايضا كمان علي معلول سفره الى تونس، رامي ربيعه طبعا الخساره الكبيره اللي احنا خسرناها الفتره اللي جايه طبعا على المباراه القادمه المتبقيه، وايضا كمان مباراه الوداد المغربي. لكن ان شاء الله اما بنقول الاهلي بمنحدر دي مش مقوله، دي حقيقه،
لان اللعيبه عارفه قيمه تيشيرت النادي الاهلي وعارفه اهميه المرحله القادمه بشكل كبير جدا في المباريات، وايضا كمان بطوله دوري ابطال افريقيا. الحمد لله يعني بقول لك كل الامور في فندق الاقامه ماشيه بشكل مطمئن جدا. يمكن انت ذكرت بعض الاقاويل طبعا عن تشكيل المتوقع مين هيكون متواجد، يعني من خلال الرؤيه بقى طبعا الاخيره كده. ده كان سؤالك جاي يا كريم فعلا، صح؟ ممكن في مفاجاه كبيره جدا يعني. تمام بالظبط. يعني محمد يمكن عايز اقول لك خط الدار يعني ممكن نتكلم طبعا على محمود وحيد وعربي بدر وياسر ابراهيم. يعني برضو عربي بدر شارك في تدريب الامس بكل قوه، يمكن حطوا مستر ينيفاير في المساك وادى اداء رائع جدا. يمكن طبعا احمد فتحي في ناحيه اليمين، حمدي فتحي وديانج على الاطراف، جيرالدو اجاي، وفي الامام كهربا وبادجي. يمكن ده اللي خلال التدريبات الاخيره وتحديدا التدريب الاخير لفريق النادي الاهلي. ما كنت عارف بقى في متغيرات كتيره جدا ممكن تحصل، ممكن بعد لحظات، بعد ساعه، بعد وصول الفريق الى فندق الاقامه، لكن لملعب المباراه عفوا. لكن بشكل عام محمد كل الامور الحمد لله كلها بتصب في مصلحه فريق النادي الاهلي. ينقصنا بقى كل التوفيق والحفاظ على الاصابات، يعني هو ده الهدف اكيد مع لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني وتحذيره. ما بقاش في النهارده اي تدخلات عنيفه، اللعيبه تحافظ على نفسها بشكل كبير جدا. مش عايزين نخسر اي لاعب خلال المباريات المتبقيه عشان ندخل بقى خلاص المنتخب الافريقي باذن الله بكل اللعيبه صفوفها كامله، معنويات مرتفعه، جاهزين ان شاء الله نحقق بطوله غابت عن النادي الاهلي كتير، لكن ثقتنا كبيره ان شاء الله في كل لعيبه النادي الاهلي باذن الله. زميلي العزيز كريم احمد بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والاطلاله من فندق إقامة فريق النادي الأهلي، والاستعداد قبل التحرك إن شاء الله بعد لحظات إلى استاد الأهلي والسلام. مباراة إن شاء الله تكون فيها عامل التوفيق مهم جدا، لأن مباراة الكاس تحديدا يا جماعة عنصر التوفيق مهم جدا جدا. إن شاء الله بإذن الله يكون التوفيق حالفنا النهاردة ونتخطى مباراة الترسانة ونصل لمرحلة الدور ربع النهائي. وإن شاء الله مباراة الكاس بقى تتلعب بعد ختام الدوري وبعد ختام البطولة الإفريقية، يكون في تركيز بقى في الفترة اللي جاية في شهر نوفمبر على هذه البطولة إن شاء الله. أخرج إلى فاصل ثم بعد الفصل مستمرين في الحديث عن ترند الأهلي، وبالتأكيد عن تابع المكتوب عبر السوشيال ميديا. أهلا بحضراتكم من جديد وترند الأهلي، ومستمرين في الحديث بالتأكيد عن مباراة كأس مصر، مباراة الترسانة، وبالتأكيد الكل في هذه اللحظات بيتكلم على إزاي اتحاد الكرة بيستعد لمباراة الكأس. صفحة الوطن سبورت من خلال تواجدها على تويتر اتكلمت على ان اتحاد الكرة بيعلن تطبيق تقنية الفار في كأس مصر. على فكرة بالمناسبة خطوة جيدة جدا وخطوة ممتازة ان يكون في تقنية الفيديو ايضا كمان في مباريات الكاس، ده شيء ايجابي بالنسبة للكرة المصرية الفترة الجاية. لكن تقنية الفار بروتوكول الايفاب حدد معايير معينة في تنفيذ هذه التقنية في المباريات، واهم هذه المعايير وضع الكاميرات، عدد الكاميرات، الكاميرات اللي بتصور التقنيه بالتاكيد لازم ما يكونش ليها علاقه بتصوير المباريات. كل ده المفروض الفتره الجايه يكون فيه اداء افضل واستخدام ادوات افضل في هذا الامر عشان ما تكونش فيه مشاكل في مساله استخدام التقنيه مع الحكام اللي موجودين سواء في الغرفه او حكم الملعب، لان الكلام ده الفتره الاخيره عمل بلبله وعمل مشاكل في الاعادات اللي ممكن تيجي في بعض اللقطات، اعادات اوكي، اعادات ثانيه لا بتتكنسل. فالجزء المهم في هذه الجزئية التقنية تتطبق بحذافيرها بنسبة 100% عشان الرخصة تحديدا الموسم اللي جاي نقدر نكمل عليها ونستمر وما تكونش فيه ملاحظات كتيرة جدا من مجلس الايفاب حول تطبيق التقنية. لكن النهاردة هنشوف التطبيق في مباريات كأس مصر. ايضا كمان صفحة ماجيكانو من الصفحات الجماهيرية للنادي الاهلي، وصفحة ماجيكانو على الفيسبوك وبصراحة وجهت رسالة مهمة جدا لاحد نجوم النادي الاهلي محمد محمود. الرسالة فيها دعم، لانها كتبت فيها انت كده كده مش مقيد في افريقيا والموسم خلاص بيعتبر منتهي، خلاص مفيش غير كأس مصر على مهلك، وما تستعجلش في العودة، كلنا عارفين ان رجلك فيها كتير وانك هتفرق معانا بإذن الله لما ترجع الملعب تاني، لانك بسم الله ما شاء الله بتمتلك عقلية محترمة، لعيبة كتير زي حجازي وحسني جالهم 2 رباط صليبي ورا بعض ورجعوا احسن من الاول، اللي كنت فيه ده كان محنة وبإذن الله ربنا شايل لك الافضل مع الاهلي، خد وقتك في الرجوع وكلنا منتظرين عودتك في الموسم الجديد يا بطل. بالمناسبة الرسالة الإيجابية اللي على السوشيال ميديا دي، ده الشيء اللي مطلوب من جمهور النادي الأهلي في الفترة الحالية، رسالة الدعم لمحمد محمود لو في تفكيره أنه عايز يرجع بسرعة وبيتحامل على نفسه عشان يكون موجود في الملعب ويلقى قبول من الجهاز الفني يكون جاهز للمرحلة الجاية. رسالة زي دي ممكن تعمل مرحلة من الهدوء، لأن في نفس الوقت الجمهور واثق فيك وعارف عقليتك بشكل جيد، وكمان بيديك أمثلة على لعيبة كان جات لها رباط صليبي مرة واثنين ورجعت أحسن من الأول. ده الدور المميز جدا من جمهور النادي الأهلي، أنا واثق جدا إن جمهور النادي الأهلي عارف مصلحة فرقته كويس، ولما بيخش في التوقيت المناسب بيقول رأيه بيبقى رأي إيجابي ويدعم فيه فرقته. لكن محتاجين نروح لاستاد الأهلي أو ملعب الأهلي والسلام ونطمن
على الاستعدادات الإجراءات المتعلقة بتنظيم هذه المباراة. بذهب مباشرة إلى زميلي العزيز فاروق صلاح من ملعب الأهلي والسلام عشان نطمن على التجهيز والتحضير والإجراءات المتبعة في هذه اللحظات داخل ملعب المباراة استعدادا لانطلاق المباراة في الثامنة مساء وقبل وصول الفريقين إن شاء الله قبل المباراة بساعتين. مساء الخير يا فاروق. مساء النور عليك زميلي محمد سعيد، وكل التحيه ليك وكل التحيه لكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. مش هزيد يا محمد على الكلام اللي انت قلته والرسائل الايجابيه اللي بيعملها جمهور النادي الاهلي والدعم والمسانده، وده دايما عهدنا دايما بجمهور النادي الاهلي، وفي كل الاوقات جمهور النادي الاهلي في ظهر لعيبه النادي الاهلي وفي ظهر مجلس الاداره وفي ظهر كل من ينتمي لكيان النادي الاهلي. أكيد. لو هنتكلم بقى محمد النهارده على مباراه النادي الاهلي والترسانه في دور ال16 لكاس مصر، البطوله الغايبه عن النادي الاهلي في اخر ثلاث سنوات. خليني اتكلم معك في الفتره الاخيره، يعني تعرف قدرنا وقدر النادي الاهلي ان انت سريعا يعني بتقفل البطوله وتفتح صفحه جديده لبطوله تانية، سريعا انتهت افراح النادي الاهلي بالفوز والتتويج بدرع الدوري رقم 42، بدا لعبه النادي الاهلي التركيز على الكاس مصر واحراز البطوله. وايضا من الامور المهمه اللي كانت يعني الواحد لمسها في التدريب الاخير لعبه النادي الاهلي ان لعبه النادي الاهلي يعني محمد مش شغله بالها بالامور اللي بتثار سواء برحيل او بقاء الجهاز الفني، وده يعني امر مهم جدا ومميز جدا لعيبه النادي الاهلي لشخصيه لعيبه النادي الاهلي وشخصيه اللاعبين والمسؤولين في النادي الاهلي بالفصل التام والتركيز في البطوله. من الامور بقى اللي هنتكلم النهارده عليها على الاستعداد الاستاد الاهلي والسلام لاستضافه هذا اللقاء، تقدر تتكلم على سهوله التنظيم، الامور التعقيم الموجوده بصوره اكثر من رائعه. طبعا بيبقى في بروتوكول طبقا للبروتوكول الطبي الموضوع من وزاره الصحه وزاره الشباب والرياضه بوجود طبيب طبي او مراقب طبي بيتفقد هذه الامور متابعة كافة الأمور الخاصة بالتعقيم سواء في المدرجات والغرف خلع الملابس وغرف الحكام في كل مكان داخل أرض الملعب. استعداد بقى لعبة النادي الأهلي يا محمد، الإجراءات الطبية فاروق، الفرصة أو الإجراءات الطبية اتفضل يا محمد بتبدأ منين بالظبط وأنت داخل الاستاد لغاية ما توصل لأرض الملعب عشان برضو ندخل الناس معانا في الأجواء؟ نقطة مهمة جدا يا محمد برضو ان احنا نعيش الجمهور في الاجواء من وانت داخل باب الاستاد، بيبقى طبعا في قياس لدرجة الحرارة، ثم يعني خلاص انت دخلت بقى ده وانت داخل باب الاستاد من الخارج وانت داخل من باب الاستاد، ثم باب الدخول لارض الملعب والدخول لغرف خلع الملابس بيبقى طبعا في قياس لدرجة الحرارة. المراقب الطبي بيتابع، يعني عايز اقول لك ان من الامور المهمة جدا طبقا للي يعني الامور الطبية ان هو بيتابع التباعد الاجتماعي ما بين الجماهير اللي موجوده في المدرجات، وايضا بيكون حريص على ان يكون في تباعد اجتماعي في بعض الامور بيبقى يعني فيها تشديد شويه على ارتداء الكمامات. دي طبقا للبنود الموجوده والمكلف والمخول بها المراقب الطبي للمباراه. دي من النقاط المهمه جدا وبيتابع وبيشدد على هذا الامر. لكن الامور ده محمد تقدر تقول ان هي في وجود النادي الاهلي حتى لو هو مش الطرف المنظم للقاء بتطبق بعنايه، والنادي الاهلي بيتابع بنفسه كافه هذه الامور، ودي امر يحسب للمسؤولين في النادي الاهلي والمسؤولين على التنظيم في هذا الامر. طب دي مباراه كاس مصر، مباراه كاس مصر يعني بالتاكيد تنظيم اتحاد الكوره، دي بطوله الاتحاد المصري لكره القدم. مين موجود من الاتحاد بخصوص التنظيم المتعلق بالمباراه، سواء المراقب المسابقات، مراقب الحكام، ايضا كمان المسؤول الطبي عن اتحاد الكوره موجود دلوقتي موجود في الملعب بيجهز كل هذه الاجراءات قبل وصول الفريقين، تقنيه الفار هتكون موجوده في مباراه الكاس النهارده، الاجراءات اللي ممكن الناس ما تشوفهاش من خلالك يا فاروق نشرح لهم ونقول لهم برضو معلومات إضافية في هذا الشأن. يعني في التوقيت اللي انا بكلمك فيه محمد لحد دلوقتي يعني ما وصلش مراقب لجنه الحكام ولا مراقب لجنه المسابقات، مراقب الطبي هو اللي كان موجود يتابع هذه الامور وبيراجع، بيبقى مع محمد وهو جاي من الاتحاد معاه كشف ومعاه بنود بيبدا يراجع عليهم بند بند، لو بند منهم مش موجود بيبدا ان هو يضع عليه غرامه او عقوبه على الفريق على الجهه المنظمه وهو يشوف. وانت عارف ان المباراه تنظيم الاتحاد المصري زي ما انت قلت بيبقى فيه موجود بعض البنود النادي الاهلي نفسه بيبقى باعت معاه العامل اللي هو بيعقم غرفه خلع ملابس النادي الاهلي، بيعقم كافه الادوات الخاصه بلعيبه النادي الاهلي في هذا اللقاء واللقاءات السابقه باذن الله. باذن الله. طيب لو عندك اي اضافه
اقدر اقول لك بقى على استعداد فريق النادي الاهلي طبعا من المباراه الاخيره، ومستر ريني فايلر لما اعلن القائمه طبعا في حاله من الحماس عند اللاعبين الناشئين يا محمد، بيستغلوا فرصه رحب بعض اللاعبين والغيابات الموجوده في النادي الاهلي. النهارده فرصه مواتيه لمصطفى شوبير في حراسه عين النادي الاهلي، وايضا على مقاعد البدلاء حمزه علاء حارس مرمى منتخب مصر الشباب مواليد 2001، ايضا فرصه مواتيه لعرب بدر واحد من لاعبي النادي الاهلي 2001 محمد فخري ومحمد شكري، مجموعه اللاعبين المتصاعدين يعني اللي كان في احاديث مع بعض اللاعبين هم مستنيين هذه الفرصه ويحاولوا ان هم يستغلوا هذا الدافع. ايضا من النقطه المهمه جدا يا محمد اللي عايز برضو من خلالك من خلال قناه النادي الاهلي ان انا ابينها، ابين دور القائد محمد الشناوي. محمد الشناوي مش موجود النهارده في اللقاء، لكن عايز اقول لك يا محمد ان هو متابع كل الامور مع مصطفى شوبير، يدي دافع بيدي طاقه ايجابيه لمصطفى شوبير ومسانده. انا من خلالك من خلال قناه النادي الاهلي دور محمد الشناوي مش مقتصر فقط ان انا قائد او داخل غرفه خلع الملابس او اوضه اللبس، لا ده النهارده يعني في دعم متواصل مع مصطفى شوبير، بيدي ثقه لمصطفى شوبير. ان شاء الله مصطفى شوبير يكون النهارده في اول مباراه ليه رسميه لحراسه عرين النادي الاهلي، نتمنى له التوفيق. ودي كانت نقطه مهمه كنت عايز من خلالك من خلال قناه النادي الاهلي ان احنا نشيد بهذا الامر. اكيد فاروق صلاح زميلي العزيز ومراسل قناه النادي الاهلي بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات. وطالما اتكلمنا عن قائمه فيها مجموعه من الناشئين هتاخدوا المعلومه الصحيحه من فاروق صلاح، لان الحته دي تحديدا ملعبه ومتعلق فيها بشكل كبير جدا. والحمد لله النهارده باذن الله هيكون في دفعه كبيره جدا لعدد من الناشئين عشان نطمن على كمان مستقبل النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل الترند العالمي ومشاركات الجماهير على سؤال حلقه النهارده، توقعاتكم لمباراه الاهلي والترسانه في كاس مصر. اهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الاخيره من برنامج الترند، وبنتكلم على الترند العالمي وبالتاكيد في مباريات وفي احداث اوروبيه ورياضيه كبيره جدا خلال الساعات الاخيره. والنهارده في بدايه الحلقه استعرضنا كمان المباريات اليوم في الدوريات الاوروبيه سواء في الدوري الالماني او حتى الدوري الاسباني، مباراه السوبر النهارده بين البايرن ميونخ مع بروسيا دورتموند. واول حاجه معايا الحساب الرسمي لبروسيا دورتموند على تويتر، واللي بيقول ان الفريق انهى استعداداته لمباراه بايرن ميونخ والتي من المقرر ان تقام مساء اليوم في كاس السوبر الالماني. مباراه هتكون كبيره جدا وبالتاكيد كلاسيكو الكره الالمانيه، بايرن ميونخ مع بروسيا دورتموند، بتتكلموا عن مباراه ليها باع طويل جدا. في اوقات البايرن طبعا بيبقى عامل انطلاقه وانتصارات عديده جدا، لكن بتيجي عند مرحله معينه، بس ده استثناء يعني، بتلاقي بروسيا دورتموند بيعمل نتائج ايجابيه. ما ننساش ان طبعا العصر الذهبي لبروسيا دورتموند في سنوات سابقه، ويمكن كان اقترب في فتره من الفترات لتحقيق الدوري الالماني، لكن دائما وابدا هتلاقي في نهايه الموسم بنسبه 90% السوبر بين البايرن وبروسيا دورتموند. وقدامنا طبعا بعض اللقطات من تدريبات الفرق استعدادا للمباراه اللي بالتاكيد النهارده هتكون محط انظار اهتمام الجميع، لان بالطبع هذه المباراه من المباريات الكبيره جدا في الكره الالمانيه. وبايرن ميونخ الفتره الاخيره تحديدا عمل انتصارات كبيره جدا، دوري ابطال اوروبا، السوبر الاوروبي من ايام قليله، نتائجه مش بيكسب دوري ابطال اوروبا وبصعوبه، لا ده عامل نتائج كبيره، بيكسب بالسته وبالثمانيه وعامل نتائج كبيره جدا. طيب بعد هذا الموضوع نروح بسرعه لحساب سكاي سبورت على تويتر ايضا، واللي بيقول ان استون فيلا تعاقد مع روس باركلي لاعب تشيلسي لمده موسم على سبيل الاعاره. استون فيلا بالتاكيد بيحاول يعمل تدعيمات بالنسبه للمرحله الجايه عشان يقدر يتواجد في مركز جيد في الدوري الانجليزي، خاصه ان الموسم ده كان في منافسه على البقاء وفضل لغايه اللحظات الاخيره بيحاول يقدم مباريات كبيره عشان ينال فرصه البقاء في الدوري الانجليزي. وكان بصراحه بامانه محمود حسن تريزيجيه ابن النادي الاهلي ولاعب منتخب مصر كان ليه دور كبير جدا مع استون فيلا في الفتره الاخيره في الدوري الانجليزي. طيب كمان معانا من الحساب اليويفا على تويتر نشر صوره لديدي دروجبا اسطوره تشيلسي والكره الايفوريه، وقال دروجبا يحصد جائزه رئيس الاتحاد الاوروبي لانجازاته في الملاعب. ديدي دروجبا من الاسامي الكبيره جدا في الكره الافريقيه، وطبعا هو مرشح لرئاسه الاتحاد الكره في كوت ديفوار، وفي ازمه وفي مشاكل مع اللجنه الانتقاليه، لكن الاتحاد الدولي واخد موقف ايجابي جدا مع دروجبا لدرجه انه عطل الانتخابات ووقف اجراء الانتخابات وعمل اللجنه المؤقته لغايه ما يشوف الطعن على ديدي دروجبا وازاي ممكن يخش الانتخابات الفتره الجايه. الناس في اوروبا بتقدر قيمه هذا النجم الكبير، وخد وسام خد رئيس يعني خد جائزه رئيس الاتحاد الاوروبي لانجازاته في الملاعب والانجازات الطيبه اللي عملها مع تشيلسي في السنوات الماضيه.
كمان نروح لحساب سبورفا على تويتر اللي نشر فيديو لخوزيه مورينيو طبعا المدير الفني لتوتنهام، وهو بيوجه نصائح للاعبه السابق والمدير الفني الحالي لتشيلسي فرانك لامبارد، واللي قال له ابقى على خط التماس عندما تخسر وحافظ على هدوءك عندما تفوز. طبعا عارفين جوزيه مورينيو من الاسامي اللي دائما مثيره للجدل في الكره الاوروبيه وتحديدا في الكره الانجليزيه في الدوري الانجليزي. فرانك لامبارد دلوقتي، قبل كده كان عنده مشاكل مع ارسن فينجر، دايما ليه كده صولات وجولات على خط الملعب وهو بيقود الفرق سواء حاليا مع توتنهام او حتى قبل كده مع تشيلسي، لكن اسم كبير بالطبع جوزيه مورينيو المدير الفني البرتغالي القدير. طيب نروح بسرعه بقى لمشاركات الجماهير وتوقعاتهم لمباراه النهارده بين الاهلي والترسانه في كاس مصر. خالد عبد الوهاب بيقول النتيجه ان شاء الله 1-0 للاهلي، تامر زعيتر بيقول 2-0 للاهلي ان شاء الله، عبد العزيز زيزو بيقول ان شاء الله 3-0 للاهلي. كمان عبد الله خميس بيقول 2-0 للاهلي ان شاء الله، عبد الله عبيد بيقول 2-0، محمد ياسر 2-0 للاهلي ان شاء الله. كل التوقعات ايجابيه. اسلام عاطف 9-0 للاهلي. طيب امال ابو بكر الليسي، نتمنى يا رب نتيجه جيده جدا طبعا، امال ابو بكر الليسي ان شاء الله 3 للاهلي 1 للترسانه. محمد علي زناتي بيقول 4-0 للاهلي باذن الله، في تفاؤل كبير جدا وان شاء الله تكون نتيجه ايجابيه. عدي نصر الدين بيقول 5-0، طبعا اكيد توقعاته للاهلي باذن الله. عمر عموري بيقول 5-0 ان شاء الله للاهلي. يوسف فتحي بيقول ان شاء الله فوز 3-0 للاهلي. ان شاء الله باذن الله تكون هذه التوقعات ايجابيه وتكون توقعات صحيحه في مباراه اليوم بين الاهلي والترسانه لكي يتاهل الاهلي باذن الله الى الدور ربع النهائي في كاس مصر، وتنتظر او الجميع سينتظر مواجهات وهذه المباريات فيما بعد بقى لما تستكمل مباراه الدوري وتختتم ثم البطوله الافريقيه في الفتره اللي جايه. ختاما كل التوفيق يا رب للنادي الاهلي في المرحله اللي جايه. جمهور النادي الاهلي يثق تمام الثقه في القرارات اللي هتتخذ خلال الفتره اللي جايه من اجل مصلحه الفريق ومن اجل مصلحه النادي بالنسبه للمرحله الجايه، لان بالطبع الجميع داخل النادي الاهلي عارف كل التفاصيل وعارف الاجراءات المتخذ او الاجراءات المفروض تتخذ خلال الساعات اللي جايه. ثقوا تمام الثقه وما تسمعوش لاي رسائل بتيجي من بره، لان بعض الرسائل بيبقى ليها اهداف سلبيه وفيها معلومات غير صحيحه واهداف مغلوطه. بشكر حضراتكم على حسن المتابعه والمشاهدة، ونلتقي على خير بإذن الله في حلقة أخرى قادمة من برنامج الترند. شكرا وإلى اللقاء.